متابعي قناة سان فاس باريس، مرحبا بكم. احنا الان في مقر الولاية جهة الدار البيضاء. المناسبة هي دورة استثنائية عقدها مجلس مدينة الدار البيضاء من اجل المصادقة على نقطة فريدة تتعلق باحداث او انضمام الى مجموعة جماعة الترابية لجهة الدار البيضاء سطات للتوزيع. هذه النقطة صادق عليها كما كان يعني منتظرا اغلبية العمدة ارميني، ولكن اثارت واحد الخلاف والنقاش ما بين الاعضاء تاع المجلس. اجي نشوفوا الراي الاغلبية في هذه النقطة. هذه مجلس مدينة الدار البيضاء اليوم تصادق على الانضمام ديالو في مجموعة الجماعة الترابية للتوزيع، يعني كيفاش تمت هذه الخطوة هذه واش ناقشوا انتم في اللجنة تاع الممتلكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم كنوافقوا على اتفاقية ديال انضمام مدينة الدار البيضاء إلى مجموعة الجماعة الترابية فيما يخص تدبير ثلاثة القطاعات الأساسية هي الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهذا جاء كانخراط ديالنا في المشروع الكبير ديال الدولة، لأن هذه المجموعة الجماعية جات بمبادرة من الدولة لرفع حجم الاستثمارات العمومية باش تكون نجاعة وتكون فعالية. وكنعتبروا هذه القطاعات قطاعات سيادية، قطاعات حيوية، قطاعات استراتيجية ضروري تكون الدولة داخلة فيها بشكل كبير وكبير جدا. هذه المجموعة الجماعية تأتي في إطار تنفيذ القانون 83/21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، باش غتكون هاد القطاعات تدبر بواحد الشكل عقلاني اللي كيضمن التزود بالماء الصالح. كنعرفوا حنا كاين التغيرات المناخية، كاين نظرة الماء، كاين بزاف ديال الحوايج. الجماعات الترابية ما تقدرش على هاد الاستثمارات الكبيرة ملي تبغي دير مثلا بزاف تحلية المياه البحر، اللي تبغي دير سميتو المسائل ديال الأحواض، نقل الماء بين الأحواض، كاين بزاف د الحوايج ما تقدرش عليهم الجماعة. لذلك هذه المجموعة الجماعة الترابية اللي باقا ما دابا حنا غير انضمام والإحداث ديالها تيكون بقرار للسلطة المكلفة بالداخلية. كيصدر وزير الداخلية واحد القرار اللي كيقول فيه الهدف من هاد مجموعة الجماعات، الهدف ديالها هو تدبير هاد القطاعات الحيوية سلفة الذكر، وكيقول العدد المساهمات المالية والنفوذ الترابي ديالها والمقر ديالها وعدد المتكون من المجلس والرئيس ديالها والنواب ديالو. على ذكر الرئيس على حسب القانون التنظيمي 113/14 خاصة المادة 141 142 كتقول لك مجموعة الجماعات كيكون رئيس وربعة النواب، جوج على الأقل وربعة على الأكثر. لذلك هذه المجموعة رغم أنه يكون عندها العدد كبير لأن فيها تقريبا 162 ما بين جماعة وما بين مجلس عمالة، غادي يكونوا عنده أربعة النواب. لذلك غادي تشوف كيفاش الصيغة اللي غادي تكون باش إن شاء الله الرحمن الرحيم. في المستقبل واش الدار البيضاء ولا المدن الكبار غتدخل تجربة أخرى يعني من غير التجربة تاع التدبير المفوض؟ بالفعل احنا التدبير المفوض راه بدا تقريبا في 97 وكاين القانون 54/05 ديال التدبير المفوض. بعد التقييم راه هذا الشيء كيدير، راه حنا في اطار اللجنه ديال الداخليه وسياسه المدينه وعدد التراب في البرلمان يقول لك بعد القيام بدراسات ديال التقييم، راه ما جاناش وقلنا هذا الشيء، راه كاين دراسات وكاين تقييم ديال هذا النوع من التدبير، وتاكد وتبين بان الجماعات ما تقدرش تدير التدبير ديال هاد القطاعات لانك تطلب استثمارات، لانك تطلب استثمارات عموميه كبرى. وكذلك هاد الشركات الجهويه المتعدده الخدمات عندها الامكانيه باش تستعن او تفتح المجال ديال الاستثمار للشركات باش تكون تبقى واحد النسبه ديال 10% ديال الدوله، ولكن 90% غتكون ديال الخواص، لانه الخواص عندهم امكانيات ماليه باش حنا ما نبقاوش باش ما نضلوش المواطنين، لان كاينه امكانيات ولكن كتبقى سلطه المراقبه والتدبير على مستوى مجموعه الجماعات. مجموعه الجماعات هذه المجموعه اللي هي كتسري عليها مقتضيات القانون التنظيمي 13/14 غادي تبقى تراقب في هذا وتصوت على الميزانيه وتصوت على هذه. دونك هي كجماعه ترابيه اللي حنا ما غادي نسندوا لها، لان هذا اختصاص حصري، الماء والضوء والتطهير السائل اختصاص حصري ديال الجماعه، حنا غنعطيوه لهاد المجموعه ديال الجماعات الترابيه، والمجموعه الجرويه غتتعاقد مع الشركات الجهويه باش غيكون داك الشيء غادي في اطار واحد النجاعه واحد الفعاليه
ملي كنهضروا على التسعيره باش ما نغلطوش المواطنين، التسعيره راه منظمه بقانون في مرسوم ديال رئيس الحكومه، ما يمكنش يزيد الماء ولا يزيد في الضوء، راه قانون هذا. ما كيقول لك ملي غيشد القطاع الخاص غيبدا يزيد في الموز في الضوء، ما كاين لا زياده الماء، حيت هادشي التسعيره راه عارفين انتم هادشي، التسعيره منظمه بقانون. فريق العدالة والتنمية كان عنده رأي معارض لهذه النقطة هذه ورفض التصويت عليها، علاش رفض الفريق تاع العدالة والتنمية المصادقة على هذه النقطة؟ هذا الشيء اللي غنشوفوه مع السي عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء. سي حيكر، اليوم مجلس مدينة الدار البيضاء صادق على إحداث أو الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية تاع التوزيع، بالنسبة لكم أنتم العدالة والتنمية رفضتوا هذه النقطة، علاش؟ شنو المستندات ديالكم وعلاش رفضتوا هذه النقطة؟ الرفض ديالنا كينبني على جوج الركائز، الركيزه الاولى هو الرفض ديالنا ديال القانون 83/21 متعلق بالشركات الجهويه متعدده الخدمات اللي عدنا عليه كثير من الملاحظات وعبرنا عليها في البرلمان. والركيزه الثانيه هو الاشكاليه الارتباك الحاصل في ادراج هذه النقطه والدراسه والتصويت عليها من حيث المبدا ومن حيث الصيغه ديال الاتفاقيه. من حيث المبدا احنا بالنسبه الينا جماعه الدار البيضاء، هذا المرفق ديال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ما بقاش من الاختصاصات ديالها، باش يمكن لها تصادق على اتفاقيه احداث مجموعه جماعه ترابيه تدبر هذه المرافق. فاذا احنا مع الاحداث، واخا السيد الرئيس قال لك احنا غنديروا الاحداث، ولكن الاحداث نديروا نقطة جدول العمل ديال الإحداث، ولكن فاش كتجي الاتفاقية تقراها كتقول بأن هاد المجموعة ستتولى تدبير هاد المرافق. إذا جماعة الدار البيضاء هاد المرافق ما بقاوش من الاختصاصات ديالها لأنها نقلات مؤسسة التعاون، ما غيمكن ليناش نصدقوا على يعني منح هاد الاختصاص لمجموعة جماعة الترابية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، دونك حاجة ما بقاتش عندي ما يمكنليش نعطيها لواحد آخر. دونك هذه من حيث المبدأ. ثانيا أن هاد الشيء دار في غياب أي تقييم للتجربة ديال مؤسسة التعاون، هي تجربة تكاد تكون فاشلة، على الأقل نقولوا في أنه فيها تعثرات، الدورات ديالها كتنعقد الجلسة الأولى ما كيكونش النصاب، الجلسة الثانية ما كيكونش النصاب، كنكون مضطرين نتسناو الجلسة الثالثة لتنعقد بمن حضر. إذا وكاين إشكاليات في التمويل وإشكاليات ديال المساهمة ديال الجماعات المكونة، فإذا كان الأولى أننا نديروا بعد التقييم ديال هذه التجربة ديال مؤسسة التعاون قبل ما نلجؤوا إلى إحداث مجموعة جماعات ترابية اللي هي شكل من أشكال التعاون ما بين الجماعات كينص عليها القانون. مزيان. الحاجة الثالثة هي أنه اليوم اللي كيربطنا حنا مع شركة ليدك كيتعلق بهذا التدبير ديال هذه المرافق، جماعة سابقا ومؤسسة التعاون حاليا. هاد التجربة ديال التدبير مفوض عن طريق شركة ليدك، هذه تجربة غنية فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، كان على الأقل نديروا التقييم ديالها بعدا باش نقدروا نرسموا مسار جديد، إما نستمروا في النمط ديال التدبير المفوض أو نلجؤوا إلى خيار آخر. هذا الشيء ما دارش ولا حديث عنه، بل أكثر من ذلك مما يؤكد هذا الارتباك، دابا هاد الاختصاصات يلاه قبل من الصيف 2021 نقلنا لمؤسسة التعاون، جاءوا من بعد داروا قال لك بغاو يحدثوا واحد شركة التنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال، حنا رفضناها لأنه فيه كثير من الإشكاليات، على رأسها أن هاد طريقة تدبير صندوق الأشغال لا يمكن أن يتم إلا في إطار مراجعة العقد أو على الأقل موافقة ليدك، الأمر اللي ما تمش. باقي هاد شركة التنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال باقا ما تحدثتش، وحنا اليوم كنقلبوا باش نديروا مجموعة جماعة ترابية. فإذا كاين إشكاليات تفصيلية، القانون التنظيمي لما كيتكلم على مجموعات الجماعات الترابية كيتكلم بأنه الاتفاقية ديال الإحداث ينبغي أن تحدد المدة، باش كنجيو نقراو هذه الاتفاقية كيقول لك تحدث هذه مجموعة الجماعات الترابية لمدة غير محدودة، والقانون التنظيمي قال لك خصك تحدد المدة ماشي تخليها مفتوحة. المجلس اليوم غادي يضم ممثلين عن كافة الجماعات اللي كاينين في الجهات تاع الدار البيضاء الصطاد زائد المجالس الاقليميه. العدد الا حسبنا غير ممثل واحد لكل وحده من هذه الهيئات والمؤسسات غتعطينا على الاقل 161 عضو. الا زدنا مقتضى اخر في القانون التنظيمي كيتكلم على انه التمثيليه ديال كل جماعه ترابيه تتناسب مع المساهمه ديالها، كاين تما واحد الجماعات غيساهموا ب 50,000 درهم. جماعة الدار البيضاء غتساهم 1,000,000 ديال الدرهم،
الا درتي التناسب غيولي مقابل كل عضو هذوك الجماعات خص 20 عضو من جماعه الدار البيضاء. اذا غادي يولي عندنا واحد المجلس ديجا من الديبار، بعدا الا خدينا غير ممثل واحد على كل وحده من هذه الجماعات الترابيه غتعطينا 161 مجلس مستشاري للغرفه الثانيه ديال البرلمان فيه يلا 120. لو ديلام كما كيقول المفارقه هو انه هذا المجلس غيكونوا فيه اكثر من 161 عضو وغيسيروا شكون مكتب فيه الرئيسه واربعه النواب، الرئيس واربعه النواب مزيان. القانون التنظيمي نفسه، القانون التنظيمي في الماده 16 لما كيتكلم على المكاتب تاع المسيره للجماعات كيقول لك بانه اي جماعه كان فيها العدد ديال الاعضاء ديالها اكثر من 61 كيكونوا فيها 10 النواب مع الرئيس. كيفاش دابا حنا هذا مجلس كيمثل الجماعات ديال الجهه تاع الدار البيضاء السطات كامله، العدد فيه اكثر من 161 غيكونوا فيه على الاقل واحد 170 180 عضو وغيسيروا مكتب فيه يلا عضو زائد اربعه دياله. لذلك حنا في نهايه المطاف حنا كنعتبروا بانه السرعه باش 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 جابوا الموضوع على ارتباك باش كي باش كيدبروا هذا الملف انه سيضعف يعني سيؤثر، كنتخوفوا من ان يؤثر على جوده الخدمات واستمراريه المرفق العمومي واستمراريه توفير الخدمه العموميه الموجهه للمواطنات والمواطنين في مرافق في قطاعات عندها الحساسيه ديالها فاذا هذا علاش حنا بالنسبه لنا لهذه الاعتبارات وكثير من الاعتبارات الاخرى ما يمكنناش نوافقوا على هذا العبث. إذا كانت العدالة والتنمية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء قررت ترفض هذه النقطة، فإن الاتحاد الاشتراكي داخل مجلس مدينة الدار البيضاء قرر الامتناع على التصويت على هذه النقطة هذه. مع السي مروان الرشدي غادي نعرفوا المبررات تاع حزب الاتحاد الاشتراكي لماذا امتنع عن التصويت عن هذا القرار. السي مروان، حزب الاتحاد الاشتراكي داخل مجلس مدينة الدار البيضاء امتنع على التصويت على قرار إحداث أو انضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء للتوزيع. أشنو المبررات ديالكم على هذا الامتناع؟ وهو كما كتعرفوا الان جاي عندنا مشروع اتفاقيه باش نصادقوا عليها اللي جايه من السيد الوالي ولا عن طريق وزاره الداخليه باش نصادقوا على مجموعه التعاون ديال التوزيع اللي فيها الهدف الاساسي هو انتقال من التدبير المفوض الى شركه جهويه متعدد الاختصاصات. التدبير المفوض كما كتعرفوا احنا في الاتحاد الاشتراكي في 97 كنا من الاوائل اللي رفضنا اننا منحوا هذا القطاع اللي كنعتبره حيوي وكيمس المواطن وكيمس جيب المواطن والفئات الهشه ديالنا، ما يمكنش نمنحوه لشركات اجنبيه اللي جاي الغرض ديالها الاساسي هو الربح وما عندهاش غرض ديال مصلحه المواطن بشكل كبير. الان كتجي شركه جهويه متعدد الاختصاص، للاسف كنعتقدوا بانها هي تحول وبان الدوله بالفعل قررت ان هذا المرفق تشدوا بيديها باش تحرص على مصالح المواطنين، ولكن كتشوف القانون الاساسي ديال الشركه ان 90% ديال الاسهم هما الخواص و10% ديال الدوله، كيبان بان لا يمكن احنا غادي في نفس الاتجاه وبان هذه الشركات الان اللي كتفوض اللي عندها التدبير المفوض غتخرج من الباب وترجع من الشرجم، وهنا مصلحه المواطن دائما غتبقى هي الاخيره. كذلك ان الاليه الرقابه والاليه مشاركه المنتخب في التدبير وفي المراقبه وفي التجويد كل مره وكل اتفاقيه كتجي الا وكنقصوا، وهي كتبين ان كاينه اراده حقيقيه ان المنتخب نقلصوا ما امكن الادوار ديالو. هذا اللي خلى الاتفاقيه بالنسبه لنا احنا غامضه وما واضحاش وما غاديش في اتجاه، هو اللي خلانا كاتحاد شراكي نمتنعوا على التصويت.